المثل المصري بيقول اللي يشهد العروسه مين؟ نعم؟ انت بتشتم ولا ايه؟ امها، صح، انا اسف. اللي يشهد العروسه امها. اول ما السيسي طلع بالبوست بتاع حياه كريمه على طول مين امها؟ رئيس الوزراء. رئيس الوزراء يشيد بمبادره حياه كريمه ويكلف ببدء تفعيلها فورا. ما تعلقش مش مشكله. طيب طب يعني امها هي امها بس مدبولي؟ لا، امها غدا والي بقى. امال فين الحته الطريه بتاعت ما هي غدا والي دي اصلا الحته الطريه بتاع الحكومه. وانت فاكره غدا والي بنضارتها دي؟ انا امبارح قعدت اتخيل غدا والي وهي قاعده مع انتصار. ما اعرفش ليه جه في دماغي الصوره دي. طبعا انتصار جايه من غياهب الجب، ما تعرفش اي حاجه عن حاجه خالص. فغدا والي تقول لها لا، انا بنزل باريس بشتري كريم تاني غير اللي انت بتستخدميه. طبعا التاني بتستخدم كريم ايفا. والله كريم ايفا بتاع زيت الزبار ده والحاجات ده. وتقول لها والله مره حطيت منه طلع لي حبوب في وشي. التانيه بقى غدا والي تقول لها لا، انا بنزل في محل، عارفه الشانزليزيه؟ طبعا التانيه كبيرها تعرف تفاهنا العزب، مش مشكله. هتقول لها لما ننزل سوا، بس ننزل سوا كده نازله خطافي كده، في محل هناك صاحبه راجل ارماني بيبيع كريمات. من اول بقى الكريمات وصبغات الشعر، خش بقى على ايه؟ الشرابات. طبعا انتصار فاكره الشراب لحم الهوانم. كان في شراب اسمه كده زمان، لحم الهوانم. ما اعرفش ليه بيسموه لحم الهوانم، والله شراب اسمه كده. فهي تقول لها لحم الهوانم. الثانيه غدا بقى اللي تتخض، فتقول لها لا لا مش كده على فكره، ما تتظبطش الحكايه كده. انا هجيب لك معايا بقى شويه شرابات. انا بقى قعدت اتخيل غدا والي دي هي المكلفه. تخيلت، جايز انا غلط على فكره، مش معلومه، ده مجرد خيال كوميدي يعني. قعدت اتخيل غدا والي دي وهي بتبص على حواجب انتصار، قلت لها مين اللي عامل لك حواجبك؟ فالتانيه تقول لها اسمه ايه ده؟ ابو عيد بتاع الكوافير. ابو عيد؟ لا ده انت لازم تروح لحد تاني بقى خالص. كده بقى الجو ده. غدا والي، ناخد غدا والي. بعد مبادره السيسي، غدا والي تدعو منظمات المجتمع المدني لاجتماع غدا بالتضامن. ليه بقى؟ عشان يبحثوا الحاجات بتاعه ايه اللي هي مبادره كريمه. طيب طيب سيبنا غدا والي بقى الحته الطريه بتاع الحكومه ومسؤوله المكياج والاشياء، بلانه يعني، بتشتغل بلانه الانتصار. نروح بقى الحته الطريه بتاع السينما، الهام شاهين عن مبادره السيسي لابد أن يروج الفنانين لها جميعا. لو النبي كفاية أنت، كفاية أنت يا إلهام. إلهام روجي لها أنت، ومالكيش دعوة. أنت ياما روجتي يا إلهام، خليك أنت بقى.